الخير. ننقلكم الآن إلى نشرة الجوية لهذا اليوم. أجواءنا راح تكون غير مستقرة ورياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية مستمرة معنا لعدة أيام، ومن المتوقع أيضا هطول بعض الأمطار في وقت لاحق وأيضا ارتفاع في درجات الحرارة. لمزيد من التفاصيل تابعوا معنا بقية النشرة. الأجواء الحالية في مدينة الكويت: أجواء غائمة جزئيا، رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تبلغ سرعتها الحالية 3 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 20 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 60%، والرؤية الأفقية ممتازة تتعدى 10 كيلومتر. صور الأقمار الصناعية في 24 ساعة السابقة توضح لنا عبور بعض السحب على سماء دولة الكويت، وأيضا لازلنا تحت تأثير مرتفع جوي مستمر معنا إلى يوم غد، وكذلك فرص لبعض الأمطار خلال اليوم ويوم غد بإذن الله تعالى، ورياح تكون متقلبة الاتجاه. صباح يوم غد تكون الأجواء باردة نسبيا، رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ولكن تنشط على فترات لتصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة تتراوح بين الصغرى. مطال الكويت الدولي ومدينة الكويت 14 إلى 15 درجة مئوية. جزر نور وبوبيان فيلشة ما بين 15 و16 درجة مئوية. العبدلي 15 درجة مئوية. الشقاية والسالمي أيضا 15 درجة مئوية. مناطقنا الجنوبية الوفرة ونويصيب 14 إلى 15 درجة مئوية، وبالنسبة لجزرنا الجنوبية كبر قارة وأم المرادم 17 إلى 18 درجة مئوية. فترة الظهيرة تكون الأجواء معتدلة إلى دافئة، ورياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ولكن أيضا تنشط على فترات لتصل سرعتها إلى أكثر من 40 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى تتراوح بين مطال الكويت الدولي ومدينة الكويت ما بين 22 إلى 24 درجة مئوية. وربع بوبيان وفيلتشا ما بين 19 إلى 23 درجة مئوية. العبدلي 26 درجة مئوية. الشقاية والسالمي 28 درجة مئوية. وكذلك بالنسبة لمناطقنا الجنوبية الوفرة 28 درجة مئوية. وجزرنا الجنوبية كبر قارو وأم المرادم 18 إلى 19 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ولكن يعلو أحيانا ليصل ارتفاعه ما بين 2 إلى 6 أقدام. أجواء غير مستقرة وغير مناسبة للنشاطات البحرية. المد الأول راح يكون في الساعة 11:50 دقيقة ظهرا، والمد الثاني في الساعة 8:40 دقيقة مساء. الجزء الأول الساعة 5 صباحا، والجزء الثاني الساعة 4:20 دقيقة مساء. المواقيت: أذان الفجر الساعة 5:13 دقيقة، الشروق في الساعة 6:34 دقيقة، أما الغروب في الساعة 5:31 دقيقة. حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى: استمرار هواء الكوس إلى يوم الجمعة وبداية يوم السبت في الصباح، ولكن تصبح الانقلاب في درجات في اتجاه حركة الرياح لتأتي من الشمال الغربي. رياح خفيفة إلى معتدلة، ولكن تنشط على فترات تصل سرعتها ما بين 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة نلاحظ ارتفاع في درجات الحرارة نسبي يصل ما بين 25 إلى 27 درجة مئوية العظمى، أما الصغرى ما بين 11 إلى 14 درجة مئوية. الأحد والاثنين والثلاثة من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة تدريجي ليصل ما بين 19 إلى 11 درجة مئوية الصغرى والعظمى، وأما الصغرى ما بين 2 إلى 6 درجات مئوية. رياح شمالية غربية تكون خفيفة إلى معتدلة، ولكن تنشط على فترات خاصة يوم الاثنين تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة. نشكر لكم متابعتكم أعزائي المشاهدين، والآن نترككم مع درجات الحرارة في بعض العواصم وبلدان العالم.